اول مره بنوصل 30 سنه زي ما قلت لحضرتك. اصحاب المعاشات مثلا اول مره ايه بقى اصحاب المعاشات هيستفيدوا، يقدروا يستفيدوا، قبل كده كانوا ما بيقدروش يقدموا. أيوة. اصحاب المعاش النهارده هل نظامهم مختلف؟ هل هيبقى مطلوب منهم حاجه مختلفه؟ 75 سنه يقدروا يوصلوا لحد، يعني لحد سن 75 سنه يكون نهايه التمويل. قبل كده كنا بنوقف التمويل عند ال 60. سواء بقى هو صاحب معاش او مش صاحب معاش. فالنهارده صاحب المعاش لو حب يقدم اتعمل له تيسير انه تقدر تقدم، ونهايه التمويل تبقى عند سن 75 سنه. خلينا نقولها بشكل بسيط كده للمواطن، انه حضرتك بتحسب السن، انت عندك القسط مدته 30 سنه بالظبط، بتحسب بتشوف القسط ده لو كفى 30 سنه وانت عندك 75 سنه انت ممكن تستفيد من المبادره بالظبط. لكن لو ما كانش الحسبه دي مظبوطه هيبقى مش مستفيد من المبادره بالظبط كده. بالظبط. المهن الحره دكتوره مي، يعني المهن الحره يا فندم اتعمل لهم كل التيسيرات، ويعني يمكن الشروط الجديده مشدده جدا على قبول كافه الحره، وانه البنوك هتعمل يعني هي ادوار في التحقق من الدخل او اثبات الدخل بشكل يعني غير نمطي، بحيث انه ما حدش يترفض من الناس ذوي المهن الحره. احنا بالفعل ده كنا مراعيينه في البرنامج السابق، وعندنا اكثر من 17% من ذوي المهن الحره، لكن المره دي كمان المبادره نازل فيها تيسيرات اكثر، ومطلوب من البنوك انها يعني تجد سكورينج سيستم كده تقدر بيه انها ايه تحقق الدخل بتاع يعني تتحقق من الدخل متقدم بيه صاحب المهنه الحره مظبوط ولا لا، سواء بقى من خلال ايصالات المرافق اللي بيقدمها، الاستعلام في عند الجيران، يعني طرق مختلفه. لو في هل في اوراق مخصوصه للمهنه الحره؟ بمعنى يعني مثلا نفس الاوراق اللي بنطلبها طول عمرنا يا فندم من بدايه البرنامج. يعني احنا بنطلب شهاده من محاسب قانوني، الا لو حد بقى بيشتغل مثلا عمل حر اللي عنده ضرايب هيجيب مثلا. لا، ما انا بتكلم على العمل الحر. حضرتك بتتكلمي على حد ما سواق تاكسي بالظبط. اهالينا اللي بيشتغلوا الشغلانات دي، اللي هو يعني عايش يوم بيومه، اللي هو بيشتغل دول بقى يا فندم اللي هيجيب شهاده من المحاسب، واحنا بنعمل عليه استعلام. البنك بيبص على مثلا يجيب شهاده من المحاسب. يعني ايه؟ معلش يا دكتوره مي، المحاسب بيروح لمحاسب قانوني من المحاسبين المعتمدين، وبيكتب له، بيقدر له فيها الدخل الشهري بتاعه قد ايه، وبيدينا بيقدر له. يعني لو واحد نجار مثلا، هل المحاسب القانوني يقدر يقدر له؟ بيطلع له يا فندم، بيطلع له متوسط. بيطلع له متوسط شهري كام، وبيقدم لنا الشهاده. البنك بيتحقق من الشهاده برضه، وزي ما قلت لحضرتك مثلا عندنا دفع وصل كهرباء قد ايه في الشهر، بنقدر نقدر انه الكهرباء دي بتمثل قد ايه من الدخل، وبناء عليه البنك يعني عنده طرق حسب استخدامه للكهرباء، لفاتوره التليفون والكلام ده يعني. تمام. الغاز يعني الناس بتبقى دلوقتي حضرتك ما بتروحي تاخدي قرض شخصي وما عندكيش مستندات، او انت حضرتك بقى عندك مهنه ما بتعرفيش تثبتي فيها الدخل، البنك بيبقى عنده نماذج ماليه يحسب بيها يعني. نعم. طيب فانا بس بطمن كل المهن الحره انه ما يقلقوش، يعني ان شاء الله هيكون ليهم فرص اكبر كمان. ما هي دي الهدف من كلامي مع حضرتك. على فكره انا تارجت المهن الحره النهارده طبعا، يعني طبعا. بتكلم على الناس اللي كنت عارف، كانت الاول الشروط او الطلبات كانت تعجيزيه، يعني كان يقول لك انا راجل نجار، انا راجل سباك، اجيب منين اللي هم عايزينه ده؟ ما عنديش تامينات، واخده بال حضرتك يا دكتوره مي؟ الحاجات دي كل الحاجات دي راعيناها احنا، حتى كمان شرط التامينات ده شلناه من اول، يعني يمكن من 10 اعلانات شلناه، وبقينا احنا بنعمل تامين للي مش مؤمن عليه حتى، يعني عملنا شاشه ربط مع التامينات، وبقينا بندخل بياناتهم ونامن عليهم باقل قيمه. تمام. ما زلت برضه بقول لزمايلي خلوا رقم SMS موجود على الشاشه طول الوقت. دكتوره مي، من يتعثر لا قدر الله، يعني طبعا اللي بيتعثر هيتوجه للبنك ويطلب اعاده جدوله في حالات، يعني بس لازم تكون حالات نادره. هو حضرتك لو ساكنه في حته ايجار، ما هو مفترض تدفعي الايجار كل شهر يعني. نعم. انا بتكلم لاي ظروف. ناس بتقول لك لو تعثرت وما قدرتش اكمل، هل بياخد فلوسه بشكل كامل ولا ايه اللي بيحصل؟ لو تعثر طبعا ومش قادر يكمل هياخد فلوسه بشكل كامل غالبا، لانه الوحده هتتباع، وهتتباع باغلى من ما اخذها، يعني هو واخد فيها دعم كتير قوي. فحالات التعثر طبعا البنك هيعمل اجراءات تنفيذ على الوحده والعميل هياخد اللي دفعه وممكن يكون هياخد اكتر، بس طبعا البنك ياخد الاول المديونيه بتاعته لان هو اللي دفع ثمن الوحده بالاساس يعني. نعم نعم. طيب ايه ثمن الوحده؟ هيتم تحديد ثمن الوحدات السكنيه هيتم ازاي؟ هل المواطن هو اللي هيحدد السعر ولا في تقييم مالي للوحدات؟ لا طبعا بالنسبه لمتوسطي الدخل لو المواطن هو اللي بيختار الوحده اللي هيجيبها ويمولها، لو هو بيشتري وحده مملوكه يعني مثلا للوزاره او هيئه المجتمعات او الصندوق، بيشتري من مطور قطاع خاص، فالبنك او الشركه بتعمل تقييم الوحده بحيث تتاكد انه الثمن المطلوب فيها ده ثمن عادل يعني ثمن يعني ممكن يحصل مغالاة في ثمن الوحده. طبعا او يحطوا تقديرات ازيد من المطلوب عشان ياخد. مين هيحكم المساله دي؟ ما هو التقييم هنا يا فندم، يعني البنوك بتستخدم خبراء تقييم مقيدين وعليهم رقابه عشان يبقى مضمون بنحمي العميل ان هو ما يدفعش اكتر من ما هو مطلوب في هذا المكان.